مفترق طرق، مسلسل بدأ عرضه مؤخرا على منصة شاهد من بطولة هند صبري وإياد نصار وماجد المصري وجمانة مراد، وهو من المسلسلات المعربة ومأخوذ من المسلسل الأمريكي الشهير The Good Wife، وبيدور عن شخصية أميرة الألفي اللي بتجسد دورها هند صبري، واللي بتقوم بدور محامية بينسجن زوجها في قضية فساد وبتنقلب حياتها رأسا على عقب، وبتضطر ترجع تشتغل محامية بعد غياب 15 سنة عن المهنة، وهو التجربة الأولى لهند صبري بالأعمال المعربة. المسلسل مكون من 45 حلقة ورح ينعرض على 3 مواسم، كل موسم 15 حلقة، وتم تصوير المسلسل في الإمارات من حوالي السنتين. واليوم رح أحكي عن الموسم الأول اللي انتهى عرضه مؤخراً، ورح بلش بهند صبري واللي بعتبرها من أفضل الممثلات بالنسبة إلي، وصاحبة الأداء العفوي المهضوم اللي بفوت على القلب من غير لف ودوران، ولكن ما شفت قدمت شي جديد، وأداء دخل دائرة الملل والتكرار، ولم تبذل أي مجهود في تطوير أدواتها كممثلة، وأصبحت تكرر حالها في كل الأدوار من دون أي مجهود إضافي لتحسس المشاهد أنها بتقدم شخصية جديدة، وبعتبرها هي الأضعف بالعمل. أما إياد نصار اللي شارك برمضان الماضي بمسلسل صلة رحم وقدم أداء متفوق وعالي، كان ظهوره بالحلقات الأولى قوي وبيبشر بدور معقد ومتناقض، وأنه يكون في تشعبات كتيرة لشخصية يحيى اللي بلف الغموض، ولكن للأسف مع توالي الحلقات ما شفنا أي تطور للشخصية، وبقي يحيى أو إياد نصار مكانك راوح رغم الأداء المتميز اللي عم يقدمه. أما جمانة مراد فكثير من التصنع والتكلف بالأداء. ماجد المصري سواء كنت بتحبه أو ما بتحبه إلا أنه ممثل صاحب كاريزما وبيقدم الدور بكل إقناع، وعم بيقدم دور المحافظ المتهم بقضية فساد بكل براعة. ليلى عز العرب ورغم مشاهدها القليلة إلا أنها تقدم الكثير من المتعة للمشاهد، وبالنسبة لي أنتظر ظهورها بفارغ الصبر. أما مفاجأة المسلسل والدور اللي بيعتبره مفترق طرق حقيقي، فهو دور ولاء حنفي اللي بتقوم فيه هدى المفتي، حقيقي ترفع لها القبعة على الحضور والأداء القوي البعيد عن التصنع والانفعال. بالنسبة إلي هي أهم شخصية لسائية بالمسلسل، إضافة لهدى المفتي. علي الطيب اللي قايم بدور رامز هو كمان عم بيقدم أداء أكثر من جيد، وبتمنى بالموسم القادم نشوف تطور أكثر بشخصيته. الأطفال المشاركين بالعمل هني كمان أبطال، وأولهم نادين عصام اللي قايمة بدور منها، حقيقي عم بتقدم دور بتنافس فيه ممثلات كبار، وقدرت تستفز المشاهدين بدور المراهقة اللعوبة الشريرة الكذابة. أما الطفل يوسف سليمان اللي قايم بدور زياد، وجودي مسعود بدور زينة، وقايمين بدور أولاد هند صبري، فهني أبطال كمان. الحكم على العمل غير نهائي، ولم يتضح حتى الآن شو هو مفترق الطرق، وبتمنى أنه هند صبري تقدر تغير جلدها قليلا بالموسمين القادمين.